راضي بيناتكم. خلينا نهتم مشاكلنا الكبيرة تنقدر نتفرغ للشيء الأكبر. ماشي. شو؟ نزل سلاحك انت وياه. اترك البضاعة ويلا نرع من هون. يلا! بتكون مجنون إذا ما افتكر إنه رح تزبط معك. اترك كل شيء وانقلع من هون يلا. يلا اصبعي بلش يوجعني ها؟ يلا! كان العشرة سوبر اكسترا بهنيك عالشيف اللي عندك. شرفتنا معاليك ويا ريت تضل تزورنا. اجا دورك انت تجي لعندي. اكيد بس على المنصب الجديد. شكرا يلا سلام. الله معك. شو الاخبار؟ مش منيحة يا بيك. شو في؟ أهلا بالغالي والغوالي، أهلا بالحنية والحناين. فيك تفهمني شو يلي عم بيصير؟ ها؟ شو عم بيصير؟ بس بدي أعرف شو بتقصدي بالتحديد؟ كيف غير رأيه بهالسرعة؟ اسمع لقلك، إذا بتنخدش أصبع دانا هلقت والله لأهدر دمك. معلمين الظلمة بدو يعني اترك الحمولة. ومين قال لك عم بعطيك الإذن لحتى تترك الحمولة؟ البضاعة بدها توصل اليوم على الوقت. طيب شو بدك يعني أعمل؟ هذا مو شغلي، أنا بدي بنتي ترجع لي بالسلامة والبضاعة توصل على الساعة. وينك؟ إذا هدول الشغلتين ما صاروا أنا نصيحة، محل ما أنك موجود تحفر قبرك وتدفن حالك حي. عم تفهم؟ أمرك معلم. يلا خلصني، أخذت قرار ولا بعد؟